كابتن سيد محمد الشهير بزقله، كابتن نادي طنطا، تاريخ كبير طبعا. كنت عايزه اعرف من حضرتك رايك في القمه المرتقبه بين الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا. هو يعني انا جاي طبعا هنا مبسوط جدا ان انا التقيت بالمجموعه اصدقائي والزملاء النجوم الستينات كلها من كل الانديه، وانا يعني سعيد جدا كمان ان انا شفت مروان كنفاني وهديته الصور ليا وهو معايا كابتن طنطا وكابتن طنطا وكابتن النادي الاهلي، وربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. والله هو يعني طبعا حاجه كويسه ومفخره للكره المصريه ان القطبين الكره المصريه في مصر الاهلي والزمالك ان هم يلعبوا نهائي البطوله، فده شرف كبير قوي، ده تتويج كويس جدا للكره المصريه، واي واحد فيهم يكسب ده شرف للكره المصريه جميعا ان شاء الله.